سبوتلايت. لاقونا على شاشة تلفزيون المهد ناتيفيتي في برنامج سبوتلايت، مجموعة كبيرة من الفيديوهات الرائعة رح نعرض لكم إياها من خلال البرنامج، أحداث عالمية وفيديوهات مضحكة وفيديوهات واقعية من أرض الحدث. برنامج سبوتلايت يطل عليكم كل يوم ثلاث الساعة 6 المساء، وبين عاد الخميس الساعة 9:30 والجمعة الساعة 6. إعداد وتقديم أسامة عواد. سبوتلايت. مساء الخير، تحية لكم في حلقة جديدة من سبوتلايت على شاشة تلفزيون المهد، مجموعة جديدة من الفيديوهات معنا لليوم. إذا حابين تكونوا من أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك سبوتلايت وذ أسامة، ما عليكم إلا تعملوا لايك للصفحة، وإذا حابين تشاركونا بالفيديوهات أكيد نحن مستعدين لعرضها في البرنامج. أول فيديو رح ننطلق فيه هو فيديو لرجل بيقلد صوت الأطفال الصغار جدا جدا، يعني الأطفال اللي عمرهم أشهر، بطريقة عجيبة جدا. شوفوا معنا. لا لا قل له صاحبك السلمون، قل له حصلت لي جاي من كرتون. يلا يا اسمع علي النونو. ايه من النونو، يلا تكلم. ولا ايوه لا الخسارة نوعا ما ممكن انها تكون غير مقبولة لكثير من الناس. كيف؟ بنعرف من خلال هالفيديو. نعرفكم مشاهدينا عن علاج الصداع في الموزمبيق. كيف بيعالجوا الصداع بالموزمبيق؟ بطريقة جدا عجيبة، هي الضرب على الرأس. شوفوا معنا. كلنا بنعرف وبنشوف، إن كان بالحارات أو بكل مكان نتجول منه، لما كلب بيشوف بسة كيف البسة بتشرد بطريقة عجيبة جدا. هاي البسة قطعت بركة من خلال بعض طبعا الأدوات اللي بتستخدم للسباحة. شوفوا كيف هربت من الكلب. So here we are. We have a beautiful day out on the Sunshine Coast. Got this beautiful. Oh no! The
كتير حلو لما منشارك أولادنا ببعض العروض اللي منقدمها، خصوصا العروض الموسيقية، منعودهم على سماع الموسيقى ومنعودهم إنه يكونوا خلاقين. هذا الطفل اللي راح نشوفه بالفيديو بيشارك أبوه بالغناء وبالعزف، طبعا هو مش عازف ماهر، لكن من خلال عزفه ومن خلال براءته أطلع إشي كتير حلو. شوفوا معنا. في لبنان ومن خلال الاحتجاجات تم رشق سيارات عدد من النواب والمسؤولين القادمين على أماكن عملهم بالبيض وبالبندورة كطريقة من الاحتجاج. شوفوا معنا. المثل بيحكي بيخلق من الشبه 40 طبعا، وكيف لما بيكون هذا الشخص اللي راح نشوفه من خلال الفيديو بيشبه الرئيس مرسي. الفيديو بيشرح اكتر، شوفوا معنا. يعني والرئيس برضو عنده صور بالجلبية في الشرقية لما كان بيكون حاضر يعني تماما. وانا النهاردة سعيد ان هو جايب برضو المدام، جايب الست جمالات حافظ معاه، وهو راجل ديمقراطي جدا، انه يعني احنا بنرحب بيك يا مدام جمالات، منورانا. وقول لي بقى عم رمضان، الشبه ده عمل لك مشاكل ولا عمل لك حاجات كويسه؟ لا، هو اللي حضرتك الشبه ده حقيقي. هو ساعات بيعمل لي مشاكل. امتى بقى؟ لما اكون انا جاي من البيت وراكب الميكروباص، خد بالك معايا. ابص الاقي الناس يقول لك، يبصوا لي كده، خد بالك معايا، ده مرسي. التاني يقول لك لا، ده مش مرسي، ده اخوه. تاني الناس اللي هم الطيبين يقولوا لك يا عم ده مرسي، ده اكيد يعني جاي يشوف الدنيا فيها ايه. بتنكر. خد بالك معايا، بتنكر الرعية. كلنا بنتذكر المسلسل الكرتوني جودي أبوت اللي كنا نحضره واحنا صغار، لكن مجموعة من الشباب من الأردن قرروا انه يعملوا هالمسلسل بدل اللغة العربية باللهجة الأردنية. كان مضحك كتير، شوفوا معنا. المكان بجنن، من كل قلبي بقول لك هابي فالنتاين داي. يا رب العفو، انا باش وهو باش، اطلع من راسي، ما تناوي تشرف وتيجي تطلبني من ابوي. ايش اطلبك؟ شو مالك صفرنت؟ اسمع، ترى والله انا مش تبع جيزه. هذا اللي طلع معك؟ مثل ما سمعتي، اي هو في حدا ظل بتجوز مع هالغلا؟ ولي عليك، وهذا اليمسون مين بده يحاسب عليه؟ اصبري سنت زمان، سنت زمان وبكون حالي. ولي حظي، كمان سنة؟ من عقلك؟ ما بصبر ولا ساعة. هذا هو اللي طلع معاك؟ رديت أخواتك إني بعرف شباب كثير؟ طب لو بعرف غيرك كان لقيتني بخلقتك؟ أحمد ومجدي ومصطفى وفؤاد وأنس، هذول مثل أخواني. وصاحب الظل الطويل كمان أخوكي؟ منو؟ سيرتك على كل لسان، انفضحتي يا جودي أبوت، لايكاتك معبي بروفايله. يوه، يا ريته معبرني. طلعي بخلقتي، ليش ميتي عليه؟
شو ماسك عليكي؟ شو كاسر عينك؟ مصورني وانا بأرجل. ايش؟ مشان الله استر علي، والله لو هي عرف ابوي غير يعلق بشنقتي. وحياتك عندي كلها النفسين وطلعت روحي بيهن والبرميش صحي. مش منك، من جدايلك. هابي فالنتاين داي. هلا وغلا، والقلب ما يطب بلا. هذا صاحب الظل الطويل حبيبي، وهذا مسعود حبيبي كمان بس مثل اخوي. ويك يا زلمه، ليش لابس كموني؟ ليش مش لابس بابيوني حمراء؟ الدنيا فالنتاين. ما كثر حبايبك، كان لازم صدقت خواتي. مال خواته؟ الأطفال والحديث على التليفون، وطبعاً الحديث الرائع جداً اللي بيخرج من الأطفال اللي مش ما بيحكوا كتير لأنهم بسن صغير، لكن شوفوا كيف لما بيمسكوا تليفون وبيقلدوا الأشخاص اللي أكبر منهم. This is Amelia talking to Daddy on the phone. Yeah, 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 baby. في رام الله تم التقاط فيديو لأطفال بيتنزهوا في الشارع مع أفعى ضخمة وبيلعبوا معها كأنها حيوان أليف. إحنا بنعرف كلنا أنه الأفعى مش حيوان أليف. هذا الفيديو راح نشوفه بيشرح أكثر، لكن أكيد في كتير منكم بيرفض الموضوع، حتى بيرفض أنه يمسك الحية. شوفوا معنا، صور يمشي بحر. امشي دولا، امشي. راح نشوف ألز وأهضم تسديدة مرمى من طفل صغير كتير ما بتجاوز عمره السنة ونص، وكيف المشجعين على الاستاد شجعوا حتى يسجل الهدف بالمرمى. بهذا الفيديو راح نشوفه هلا. I have to say thank you also to my teammates. They not only these ones but the, all the other ones that I play with, and they were fantastic. وبهيك مشاهدينا منكم وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من سبوتلايت على تلفزيون المهد ناتيفيتي، على أمل اللقاء فيكم في حلقة جديدة إن الله راد. بدي أذكركم إنه أنتوا فيكم تكونوا جزء من البرنامج إذا شاركتونا بالفيديوهات اللي أنتوا صورتوها أو الفيديوهات اللي بتشوفوا إنها مناسبة وممكن تنعرض بالبرنامج. تحياتنا لكم وإلى اللقاء. ومبروك اللقب، لقب عرب أيضا.